السلام عليكم، معكم طلال نقار. يسعدني رحب فيكم ببداية كورس عن الأخلاق الطبية. حاولت قدمه سابقا بنفسي بشكل محاضرات نظرية، ربما الموضوع كان ممل شوي. خطرت بفكرة ببالي أنه يحوله لشكل محاورة أو جلسات حوار بحيث أنه نبسط الموضوع قدر الإمكان. فما خطر ببالي سبحان الله أحد الأصدقاء الأعزاء نستضيفه اليوم، حيكون معنا طوال الكورس، هو حيكون الليدر الدكتور باسل طراب. حاليا هو رئيس لجنة الأخلاقيات الطبية بمشفى وينشستر بمدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس. هو مدرس لمادة الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن من عام 2019، وقريبا جدا حيدرس مادة الأخلاقيات الطبية بجامعة هارفارد. دكتور باسل عنده خبرة وباع بالأخلاقيات الطبية وبيتعامل مع هاي القضايا من حوالي 9 سنوات، يعني ما شاء الله خبرة كبيرة، فلازم نستفيد من هالثروة. مرحب فيه أخينا باسل. أهلا وسهلا دكتور طلال، وشكرا كثير على هالفرصة القيمة إني أحسن أحكي معك ومع المستمعين عن الأخلاقيات الطبية، اللي أنا بعتبرها مجال ممتع جدا وقيم جدا ومفيد بإذن الله لكل أطبائنا. جميل جدا. اول شيء خلينا نرفع الكلفه، انا بناديك باسل وبنادي انت طلال مشان طوال الكورس يكون هذا الموضوع متفقين عليه. أكيد أكيد. شغله ثانيه، يا ريت تعرفتي بنفسك، يعني ما شاء الله عليك، انت كنت عم تحاكي معك قبل ما نبلش تسجيل انه انت اتخذت طريق غير الطريق الطب السريري، يعني بشكل مخالف لمعظم الاطباء اللي بيجوا على امريكا بيروحوا لاتجاه الطب السريري وبينتهوا اطباء بيشوفوا مرضى صراحه. انت ما شاء الله عليك اخترت طريق مختلف تماما، فيا ريت تحكي لنا عن حالك، شو عملت بدايه من وقت ما تخرجت من كلية الطب لحد ما وصلت اللي وصلت له اليوم. صحيح صحيح، أنا تخرجت من كلية الطب بال2010، أنا خريج مصر. ما شاء من الله. وقت قررت إني هاجر على الولايات المتحدة فجيت لهون على بوسطن، فجيت بالبداية وعملت أبحاث، ومن الأساس صراحة كنت عم قيم يا ترى هل أنا بدي أدخل كمل بمجال السريري أو الكلينيكي ولا أروح المجال الإداري واللي هو أنا دائما كنت بفضله وبحبه. فوالله قررت إني أروح بالمجال الإداري، فأخذت ماجستير بالمجال بالإدارة الطبية من جامعة بوسطن، يعني مشيت بعدة مناصب إدارية، اشتغلت بمستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى داينا فاربر كانسر انستيتيوت، هي كلها مستشفيات تابعة على جامعة هارفارد. وبالأثناء طبعا كنت عم بشتغل بشكل يومي بمجال الأخلاق الطبية، ضليت لمدة 5 سنوات عضو بلجنة الأخلاق الطبية بمستشفى بوسطن للأطفال اللي هو مستشفى رقم واحد على العالم، 10 سنوات متتالية بطب الأطفال. وبعدين عملت زمالة بالأخلاق الطبية من جامعة هارفارد، من كلية الطب جامعة هارفارد، الزمالة هي وآخرها الفيلوشيب نفسها، الزمالة هي فيلوشيب أي بالبايو نعم إيثكس. تمام. نعم هي فيلوشيب بالبايو إثكس، بعدين أتبعتها بسنتين ماجستير كمان بالأخلاق الطبية ما شاء من الله. جامعة هارفارد. بهالأثناء مثل ما قلت لك كان عندي عدة مناصب إدارية، ضمنها العمل كبروفيسور بجامعة بوسطن كوليدج اللي هي أنا بدرس فيها طلاب الإدارة الطبية، بدرس عدة مواد من ضمنها الأخلاق الطبية، ومؤخرا تم دعوتي لأنضم للكادر التدريسي بجامعة هارفارد بكلية الطب، كمان لدرس طلاب ماجستير بالأخلاق الطبية. ما شاء الله ما شاء الله، مسيرة ترفع الرأس، وفعلا جميل جدا أن نسمع من طبيب قرر أنه يبتعد عن المجال السريري. صحيح هو لا مو معناته أنه أنت ما بتشوف مرضى أو أنت ما بتتعامل مع مرضى، بس أنت ما بتتعامل مع الجانب السريري اللي هو الأدوية وغيرها. الموضوع اللي أصعب واللي معظم الأطباء بيحتاروا فيه حقيقة لما بيصير قضية أخلاقية، أنه كيف بدنا نعالج وشو لازم نعمل، ماذا يجب أن نفعل، مش والله أنه نحن كلياتنا نعرف كيف نعالج، بس بعدة حالات ربما، وإن شاء الله هنشوف خلال الكورس، إنه بيكون الموضوع مو بهالسهولة. فأنت عم تختار اخترت الجانب اللي قليل من الناس بيقربوا عليه، وما شاء الله عليك وصلت لمناصب عليا، وإن شاء الله منها لأعلى إن شاء الله يا رب. فعلا مسيرة ترفع الرأس. الله يخليك، مثل ما قلت طلال، يعني هو مجال اخلاقيات طبيه، مو بس انه احنا كيف بدنا نعالج، مو هو فقط انه كيفيه اعطاء الدواء، طبعا كلها اسئله ممكن تطرح بالاخلاق الطبيه، ولكن مجال اكبر من هيك بكثير. يعني هي ما بنحصر طبعا مع المريض، اللي انا بشوف مرضى كثير ضمن هذا المجال، ولكن كمان احنا بدنا نوضع بوليسيز على مستوى المستشفى، على مستوى الولايه، على مستوى الدوله احيانا، وكمان حتى نشوف انه مدى صحه او عدم صحه بعض الابحاث الطبيه. يعني كثير بنقرر نحن بمجالنا انه مدى قبولنا لهذا البحث، يا ترى هل هو متوافق مع الاخلاق الطبيه المعمول فيها ولا لا. مجال كبير يعني الاخلاق الطبيه، طبعا رح نحكي عنه احنا بكذا حلقه، بس هي فقط كمقدمه انه بدي اوضح انه مجال الاخلاق الطبيه لا ينحصر فقط بالتعامل اليومي مع المريض او بحاله معينه، هو مجال اوسع من هيك بكثير.
جميل جدا جميل جدا. انا في اقول لك من عملي كطبيب سريري، انت بتعرف انا اشتغلت طبيب عنايه ربما 10 سنوات من حياتي، وحاليا طبيب زرع. موضوع الاخلاق الطبيه كان جزء مهم من عملي اليومي. هلا بمجال العنايه في جزء مهم من العلاج انه انت بمراحل معينه، هل انت لازم تعطي مثلا علاج فيوتايل اللي هو غير مجدي، لازم تعمل انعاش، كيف بتعمل الدي ان ار اللي هو عدم الانعاش مثلا، كان جزء مهم من عملي اليومي ونقاشنا مع المرضى. واظنك ربما انت بتتدخل كثير بهي المواضيع، وانت خاصه لما نحن بنعجز الاطباء السريريين اول مرحله بنعملها بندعي لجنه الاخلاق الطبيه، يعني بندعي باسل وجماعته. انتم بتعطوا الكلمه الفصل صح ولا لا بهيك مواقف؟ بهذا الشيء. اهم شيء عندنا انه الطبيب هو يعمل بالنهايه بالتوصيات الطبيه اللي هو اللي نتعرف عليها واللي هو معمول فيها، بس نحن بنعطي ريكومنديشنز بهذا الشيء، بنحاول نستكشف انه شو في عندنا خيارات الثانيه، مدى صحه الخيارات المتبعه ولا لا. انت طبعا حكيت حاله شائعه جدا او مجال شائع جدا هو الاي سي يو او الرعايه العنايه المركزه. طبعا هي احنا كثير حالات تجينا استشارات من هنيك، حتى بالزراعة، بنقل الأعضاء كمان، مجالات يعني أنت ما شاء الله هو عليك انا كمان. جاي عليك لانه حاليا انا عم اشتغل بطب الزرع، موضوع الاخلاق الطبيه فعلا جزء مهم من عملي اليومي، لانه نحن بدنا نقرر الاعضاء الطبيه او الكلى المتوافره عددها اقل بكثير من عدد المرضى اللي بيحتاجوا للزرع. فمين اللي لازم ياخذ الكليه قبل مين الثاني؟ هذا موضوع يعني معقد ومتشابك، واللي بيحط البوليسيز مثل ما قلت اللي هي السياسات ناس مقضية وقتها بالأخلاق مثل باسل. ما شاء الله أنتوا اللي عم تحطوا لنا البوليسي، نحن متبع بهالموضوع. الموضوع معقد جدا صراحة فعلا، يعني مو بهالسهولة. ليش أنا عم أنت بتعرف أنه مثلا بالسبعينيات سمعان بمحكمة اسمها محكمة الموت. والله سمعان عنها بس ما يعني بتعلم منك تفاصيل. محكمة الموت كانت وقتها أنه مرضى الغسيل ما كان أجهزة الغسيل متاحة للجميع، أنت كان عم شغلة تحكي على اللي بلّ صار بسياتل؟ والله ما بعرف اي مدينه بالضبط، بس هي كانت بكل امريكا. غسيل الكليه وقتها بدا بالسبعينيات، كانت تبدا يعني غسيل الكليه بدا يتطور لحتى يبلش بشكل تجاري متاح بالسبعينيات، بس عدد المرضى اللي كانوا يحتاجوا للغسيل اكبر بكثير من عدد الاجهزه الموجوده. طبعا قبل هالفتره بالخمسينيات وقبل، يعني من 70 80 سنه، كان مرض القصور الكلوي النهائي يعني الموت، لانه ما كان في غسيل كليه بهذيك الوقت متوافر. فبدات الاجهزه، فالاجهزه مو متاحه، ما أنا متوافره للجميع، يعني عندك مثلا 100 مريض وجهاز واحد. فكانت هي المحكمه تقرر مين بيروح على الغسيل ومين ما بيروح على الغسيل بناء على، صحيح. بغض النظر شو هي المعايير تبعهم، هذا هو سبب الكورس تبعنا. فكانوا يسموها محكمة الموت، لأن اللي بتحكم إنه فلان يروح على الغسيل، معلش، لأنه مرة ثانية مو هو قرار قاسي جدا صراحة، بس شو بدك تعمل؟ أنت ما عندك أجهزة للجميع، صح صحيح. ولا لا؟ لا يا سيدي، هاي المحكمة اللي عم تحكي عليها هي كانت بولاية واشنطن أو على ما أظن بالسبعينات ولا بالخمسينات، ماني سبعينات متذكر، سبعينات سبعينات بالسبعينات. المهم كانوا وقتها لما عملوا أجهزة الغسل فشكلوا لجنة، هاللجنة كانت مكونة من جراح، طبعا شخص واحد طبي، محامي من هاوس وايف أو ربة منزل، وموظف من المدينة سيتي كليرك. فكانوا يجتمعوا مشان يقرروا. فطبعا كان الاطباء يعملوا سكريننج للمرضى انه مين بدهم ياخذوه ومين لا. وطبعا عملوا تو كرايتيريا او كرايتيريا واحد او فقط هو للعمر، انه الاطفال تحت 13 والناس فوق ال 54 يمكن او 53، قالوا انه هذول رح نستبعدهم والباقي هذول هن رح نعمل لهم ترياج ونشوف مين بده ياخذهم. فكان الكرايتيريا انه اللجنه اللي بتوافق عليه فقط، يعني صحيح ما اعطوهم اي شيء ثاني. صحيح فهي اللجنه اجتمعوا فقرروا انه يشوفوا انه يا ترى هي الناس الى ناس ممكن تكتب لها رسائل توصيه انه هذول اشخاص مهمين للمجتمع. هي كان احد الكرايتيريا، كم ولد عنده، هل هو متجوز ولا ما انا متجوزه، ولا يعني هل راح حتى تتم اولاده بدونه ولا لا، هذا عنده مثلا يعني سبق في عندهم كان معايير عنده حاله. معينة، الفكرة بغض النظر عن التفاصيل انه هن ما بيقدروا يختاروا ال 100 ميت، بالنهاية صحيح، حيختاروا مثلا 10 وحي ديكلاين، بس يعني يرفضوا 90، على صحيح. اساس شو عم يختاروا ال10؟ لازم نعمل معايير، ما بيصير تكون واسطات فكان ومعارف وكذا. تماما، فوجود عدم وجود المعايير هي، وهن اخترعوا هالمعايير لحالهم، عملت ضجة كثير كبيرة حتى بالصحف وقت اجت تسميتها محكمة الموت من الصحف، لأنه الصحف وقت طلعت صحيح أحد الجرائد قالت إنه يقررون من يموت ويقررون من يحيا. يعني وقتها هي كان عنوان الصحيفة اللي عمل ضجة أنا وقتها، عندي صار ومن الإضاءة. وقتها خليني أشغلها. لازم نتحرك. يلا بصحيح صبرها. يلا طيب.
فبناء عليه هذا كان أحد المراحل المهمة بحياة مجال الأخلاق الطبية، إنه إحنا نبلش نقول إحنا صار في لازم يكون عندنا معايير مهمة أو معايير محددة مشان إحنا نحكي فيها. فمعناتها يعني خلينا اسالك سؤال، شو هو مثلا، احنا جاوبنا عنه، بنرجع بسالك اياه بشكل ابسط من هيك، شو هو مهمة علم الاخلاق الطبية؟ مهمة عالم الأخلاق الطبية هو مساعدة مقدمي الرعاية الطبية سواء الأطباء والممرضين ولا حتى الأهالي، يعني وصول لحل عندما تتنازع القيم تبعيتهم باتجاه حل معين. بيكون عندك خيارات معينة أنت، على سبيل المثال هل هذا المريض لازم يظل على لازم يظل على الآلات الملقية للحياة ولا لا؟ فأنت بصير عندك صراع من القيم، هل أنا كطبيب لازم أعمل هذا الإجراء اللي هو مخالف لقيمي ومبادئي ولكن هو بيتماشى مع قيم المجتمع، ولا المريض بده هيك ولا أهله بده هيك؟ فبصير في عندك نوع من الصراعات بالمبادئ. فإحنا شغلتنا بالأخلاق الطبية إنه إحنا نجي نحاول نعمل موازنة لهالأمور هي، ونبحث عن الطريق اللي هو ممكن يرضي الجميع أو هو المتفق عليه على إنه أخلاقياً مقبول بهيك حالة. هلا من المطلعين اللي ما كتير بيعرفوا بهذا المجال بيقول لك انه حكيهم للجماعات الاخلاق الطبيه كله بيشبه بعض، بس في الواقع هو صراحه مو كله بيشبه بعض، احنا في عندنا تفاصيل معينه وبنعطي اطر معينه، بنقول يعني حتى لغتنا محدده انه هاي الاشياء مسموح العمل فيها وهذه الاشياء غير مسموح العمل فيها اخلاقيا، ولكن بالنهايه نحن فقط بنعطي recommendations and guidance، بس ما بنحدد بالضبط لشخص. مستحيل انا اجي مثلا لعند طلال اقول له يا طلال انت لازم تعمل هيك، نحن مو شغلتنا البوليس الأخلاقي أبداً، نحن شغلتنا نحاول نساعدك تعمل الشيء الصح للمريض والصح إلك أنت بناءً على مبادئك ضمن إطار أخلاقي بيقبله المجتمع وبيقبله المجتمع الطبي والمجتمع الأهلي، مو بس المجتمع الطبي. هلا فهي ربما شغلة نحن ضربنا مثال الغسيل لما كان بالسبعينيات غير متاح للجميع، والناس بجوز في ناس ما تتخيل هذا الكلام وتقول انه قاسي جدا، بس انا بحيني اذكر الناس جميعا اللي هلا عم يسمعونا بالفيديو، نحن هلا تاريخ اليوم هو 5/7/2023، يعني احنا بعام 2023، لسه الكوفيد ما خلص، الكوفيد بعده موجود. من سنتين فقط، من سنتين فقط، وبعدة أماكن بالعالم، منها الولايات المتحدة ومنها إيطاليا وفرنسا، بعدة أماكن من العالم الغربي اللي هو اللي يفترض يكون كله متاح للخدمة الطبية، ما في أكثر من الأجهزة، لا، وصلنا لمرحلة بسبب إنه كل المرضى صاروا، جزء كبير من المرضى بحاجة لتنفس صناعي، صار لازم نعمل كرايتيريا أو معايير محددة، مين بينحط على الجهاز وبيعيش أو ممكن يعيش، وممكن ومين من الاول بيقول له روح على بيتك. في ولايات بامريكا، بتكساس اظن صار هذا الكلام، بنيويورك صار، بايطاليا، انه ما في مجال بالمشفى، روح موت ببيتك. صحيح، صار مش وشفناه بعيننا يعني. مو بس الفنتليشنز، حتى الفنتليترز، حتى على مستوى اللقاحات، يعني مين بده ياخذ لقاح بالاول؟ اول شيء تعرف كان في مثلا شح وجود اللقاحات، شو مدى اخلاقيه الدفع باتجاه اللقاحات لما ما كان في عندنا لسه بيانات عن عن ضرره او عن فائدته، شو مدى صحه هذا الشيء حتى على نظام البوليسي، يعني نحن البوليسي شلون بدنا نعملها، كيف ممكن نشجع الناس تاخذها، ولا هل نحن فينا نعمل هذا الشيء ولا لا؟ هذا احد الامثله. حتى حاليا مع انتهاء البانديميك في كثير امثله احنا دائما نحن ندخل فيها، مثلا وجود الاكموز، مثلا الات الاكمو ما لها الجهاز مساحه. اللي هو جهاز الدعم القلبي والتنفسي، اللي هو أحيانا بالمدينة نفسها بيكون موجود بمشفى واحد فقط، عندك أحيانا جهازين مثلا و50 مريض او 10 مرضى بدك تماما تستقبل، تماما 50 يعني. يعني يعني مش مبلغ بكل هائل. مشفى موجود، ما هو زي جهاز التنفس الصناعي، لا، الإكمو هو بده طاقم متخصص وجهاز مكلف جدا، فما موجود بكل الأماكن. فهو فعلا كلامك صحيح، لحد اليوم لا يمكن تكون موارد غير محدودة، الموارد دائما صحيح، محدودة مهما كان العالم متطور. وحتى كمان بعيدا عن الموارد بالاخلاقيات الطبيه، نحن كمان بنتعامل بوجود بموضوع خصوصيه المريض اللي هو موضوع شائك جدا، موضوع الانفورمد كونسنت مثلا، نحن كيف ممكن ناكد انه مريض عارفان تماما هو شو اللي عم يدخل عليه واللي عم يعمله واضراره وكذا. خصوصيه المريض موضوع كثير كبير، مثلا ايمت انت ممكن تحكي، ممكن ما تحكي، ايمت ممكن تحكي لافراد العائله، لافراد المجتمع، ايمت ممكن تعمل ريبورتنج لوكالات خارجية، لأجنسيز، يعني مشان تتم متابعة الأمر. هي كلها كمان تلجأ لنا، تلجأ للأخلاق الطبية مشان نحاول نحلها. حتى بالقضايا هون على مستوى الناس اللي عايشين بالولايات المتحدة أو بأوروبا، في كثير من المحاكم يعني قبل ما تفتي بحكم أو قبل ما تبت بحكم بتسأل هل تم مشاورة لجنة الأخلاق الطبية فيها مشان يشوفوا شو رأيه بناء عليه، يستندوا على يقيموا حكم عليه. يعني الموضوع طيب له أهمية.
طيب نحن الحلقه اليوم هي حلقه تعريفيه بالشيء اللي متوقع الطبيب. هذا الكورس بالنهايه موجه للاطباء، لزملائنا الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي، واذا كان في حدا من غير الاطباء بيتابعنا نحن مسؤولين جدا بيكون، وان كان الكلام موجه اساسا للاطباء اللي هن حيتعاملوا مع الواقع بانفسهم. شو ممكن تذكرني شو هي المبادئ الاخلاقيه الطبيه الاربعه بشكل سريع بدون ما ندخل بتفاصيل، يمكن نشرحها لاحقا بتفاصيل. في عندك أربع مبادئ للأخلاق الطبية عادة نعتمد عليها، اللي هي autonomy، أو اللي هي قدرة المرء، أو احترام respective autonomy للمريض. autonomy هي احترام قدرة المريض، ذاتية المريض أو قدرته على اتخاذ القرار، اللي هي قدرة على informed اتخاذ consent، اللي هي أنه القرارات. هو ياخذ هو يقول إيه أو لا على العلاجات اللي نقدم له إياها. نعم، وفي عندك كمان beneficence اللي هو الفائدة أو النفع، مقدار النفع طبعا. في عندك كمان المبدأ الثالث هو النون ماليفيسنس، أو هو عدم إلحاق الضرر بالمريض. والمبدأ الرابع هو الجاستس أو العدالة. طبعا ضمن كل هدول، كل مبدأ فيهم، في عندك يعني ممكن نحكي فيه عن ساعات، لأنه كل واحد جميل، فيه مسح فنحن عن حنحكي بالتفصيل عن كل مبدأ. هل دائما نقدر نحقق المبادئ الأربعة بكل حالة مريض دوما؟ نسعى لهذا الشيء، ولكن مو دائما بنحسن نحققه. هلا بصير يعني تعارض تحكي أحيانا، بصير تعارض أحيانا، صحيح؟ غالبا، مو بس احيانا، تمام، غالبا فهون وقتها غالبا بصير. بنطلبكم، لأنه أنا شلون بدي أحترم حق المريض أو ذاتيته وبنفس الوقت بدي أعمل جاستس للمجتمع، كل الناس تماما ياخذوا نفس العلاج أو أكبر قدر ممكن من العلاجات مثلا، تماما. صحيح؟ هلا في شيء، هذا العمل ضمن هالاربعه برنسبلز، هن المبادئ، في شيء اسمه برنسبلزم، او هو كيف نحن ممكن نجمع هاي المبادئ ونعمل فيها توازن. هذا في له كمان اربع مراحل بنحكي عليها بالمستقبل، بس راح اعددها فقط تعديد. انه اول شيء نحن بنحدد القيم او المورالز اللي نحن متعارف عليها، المورال نورمز، لازم نحددها. هاي القيم نحن موجوده بالمجتمع بالمكان المعين بالزمان المعين، لانه هي كلها طبعا تتغير. بعدين بدنا نحطها ضمن كونتكست معين، ناخذ هالقيم ونحطها ضمن المعطيات اللي احنا عندنا، المحيط الموجود، المريض وكذا. بعدين بدنا نعمل محاكمة بناء على هالأربع مبادئ، بعدين بدنا نعمل موازنة إلها. يعني كمان إلها بروسس، مو مجرد أنت تحطون يلا وشوف إنه هاي شو بيقول، لا، في إلها بروسس جميل معين. جميل جميل. طيب انت حطيت سؤال او نقطه، خليني انت ارجع لها بعدين عن المورالز، اللي هي ممكن السؤال اللي بعده تكون عن الموضوع القيم، القيم، بس انه خليني اتجاوز هلا واسالك سؤال. نحن كيف نحدد من العمل اخلاقي او غير اخلاقي؟ في نظريتين بالاخلاق مشهورتين، انك تطلع على الفعل او النتيجه، فشو رايك بهذا في الكلام؟ نعم صحيح. هلا في عندك كثير من الطرق، ولكن اشهرهم واكثرهم تعاملا، او اللي هن تقريبا اكبر اثنتين بتعامل فيهم، هن الاخلاق النفعيه والاخلاق الواجبه. جميل الاخلاق النفعيه اللي هي يوتيليتاريانزم، واللي هي بتصب بمصلحه المجتمع اكثر من مصلحه الفرد. نعتبر انه تطلع على مصلحه، النتيجة، ما تطلع على الفعل بحد ذاته. تماما تماما، انه المصلحه الجمعيه اهم من المصلحه الفرديه. يعني إذا كان الفعل نتيجته إيجابية فهو جيد، صح؟ بغالب الأمور، أو وإن سيء فهو مقبول أخلاقيا طالما بيؤدي إلى مصلحة عامة جيدة. جميل. طيب الفعل بينما الواجبة اللي هي الديونتولوجيكال ثيوري، أو هي الأخلاق الواجبة، هو نحن بنحدد شو هو الشيء الصح ومنعمله، وما بنحسن نعمل له ويفنج، إنه ما بنقبل أي شيء غيره بغض النظر عن مصلحة الجميع. إنه أخي طيب نحن أنا هذا رح الشيء أسألك لازم. سؤال، رح أسألك سؤال، الكذب هل هو فعل أخلاقي ولا غير أخلاقي؟ هلا هذا سؤال صعب. بينضم ضمن الفيرتشو اثكس. في شيء اسمه الفيرتشو اثكس، بتقول لك انه الكذب هو عمل غير جيد، وهو طيب عمل نحن غير، على الأخلاق الواجبة، الكذب الاخلاق فعل الواجبه هو مرفوض تماما. مرفوض بغض النظر عن النتائج، وبالتالي أنا ما فيني برر أني عم أكذب، صح؟ صح طيب تماما. بس أنت بتعرف، بينما تعرف دينيا نحن حتى اسلاميا عم نحكي على انه مسموح لك تكذب بثلاث مواضع، اذا كنت بالاسير عند العدو، وبالتالي اذا كان كذبك حينقذ ناس، حينقذ ارواح، فمسموح. اذا كنت عم تصلح بين اثنين وتقول فلان والله بيحبك وتقول الثاني فلان بيحبك، الكذب مسموح. والفعل الثالث هو اذا كنت انت مو طايق مرتك وتقول لها انا بحبك عشان ما تخرب البيت، كمان مسموح. مو معناته انه الكذب صار فعل جيد، بس هون حنطلع على النتائج، صارت اخلاق نفعيه، ولا انا فهي غلطان؟ أخلاق نفعية تماما. هذا مثال جيد جدا لها. حتى أنت ضمن تعاملك مع مريض، في كثير أشياء أنت ممكن تعمل بهذا الشيء، إنه أنت ممكن تخبي عنه نتيجة ما راح تغير حسن. مثلا بطريقة العلاج، أو ما راح تؤدي لشيء، فقط يعني مشانه ومشان أسرته، فهذا شيء نفع.
معناته الواحد ما لازم يكون صلب وعنيد انه يا اخلاق واجبه يا اخلاق نفيه، ممكن الواحد يدمج بين الاثنين. صحيح، انا عموما الاخلاق الواجبه ضروريه، خاصه زي ما من وجهه نظر اسلاميه، وان شاء الله صحيح. خلال الكورس حيكون في كثير تطرق لمواضيع دينيه. انا ممكن احافظ على الاخلاق الواجبه دائما بالذوق وما بحكي كذب، بس انا احيانا حتى دينيا مبرر لي اني اكذب، وبالتالي هو المزج بين الاثنين هو الصحيح. المرونة والمزج بين الاثنين هو الأصح، ولكن ما هو هي حلاوة الأخلاق الطبية، إنه أحيانا ضمن هذا المزج، وبعد ما تمزج وبعد ما تساوي بتضل تلاقي حالك محتار يعني. طيب اسمح لي انا اشغل الاضاءه، انا عندي انا مشان يوفروا الكهرباء حتى ما عندي، راح فأنا اطلع من مستغرب الفيديو لهلا ما طفيت الصراحه. والله. انتوا جماعتكم بوصلوا عندكم فلوس، انتوا جماعتنا بيوفروا الكهرباء، انا ما راح اطلع من الفيديو صراحه، ما عندي مشكله ابدا من الموضوع، ما ما في مشكلة اهليه أكيد. محليه بساط احمدي. طيب معناته السؤال، سؤالي التالي هو اللي هو طرق له انت موضوع القيم. هلا نحن صراحه في عندنا مشكله بكلمه الاخلاق الطبيه، انه ترجمتها للعربي دائما بيكون في مشكله، في الايثكس اللي هي البايو ايثكس الاخلاق الحيويه او الطبيه، وفي المورالز كمان بتترجم انه اخلاق. ففينك تفرقني بين التنتين طبعا بترجمه طبعا طبعا، بالمعنى؟ بشكل عام المورالز هي القيم الفردية للشخص، اللي هي مثلا تجي من منبع ديني، من منبع اجتماعي، من منبع عرقي، من منبع تجربة حياتية، ولكن هي عادة بتكون لشخص معين، ممكن يتم تعميمها على مجتمع. نحن كمجتمع في عندنا قيم متعارف عليها. الإثكس هو نوع من القيم أو الأفعال اللي المجتمع بيتوافق عليها. مثلا انه نحن كمجتمع كلياتنا متفقين انه مثلا السرقه شيء مؤذي، او الكذب هو شيء مؤذي، او حتى مثلا بالمهنه تبعنا نحن مثلا متعارف علينا انه نحن مثلا لازم نناقش مع المريض الحاله الطبيه تبعه. هي تعتبر كود اوف اثكس، هي ما قيم عند الشخص، والله انا من مبدئي وانا من شئت وانا صغير انه لازم نحكي مع المريض. هي اثكس، هي ما قيم. يعني الكود اوف ايثكس هو شيء مكتوب، هو نوع من القانون الطبي نوعا ما، بينما نعم، المورالز هو الشيء وهو اللي بتعمل فيه بقلبك انت. نعم، واللي هو الأساس هو المورالز، لأنه الكود اوف إيثكس بيتم كتابته بناء على المورالز الشخصية. جميل جميل. طيب خليني اسالك النقطه الثالثه، طبعا المورالز هو قانون طبي، ما هو شيء ملزم بالمحاكم، بالمحاكم في صحيح القانون الجنائي او القانون المدني هو صحيح، اللو. فصار في عندي نعم 3 شغلات انا فيهم يتعارضوا او يتوافقوا، او خليني اقول هن يندمجوا مع بعض لما بتعرض لقضيه القضيه ما. انا المورالز الشيء انا مؤمن فيه، والإيثكس الشيء اللي طبيا مفروض علي اعمله او كذا، واللو اللي هو القانون المدني او القانون الجنائي تبع اللي بيحكم الدوله او المدينه اللي عايش فيها. راح اسالك سؤال وانت تفرقني بيناتهم كمثال عملي مشان اقربه للاخوه المتابعين، موضوع الاجهاض الابورشن اللي هو الاجهاض بدون سبب طبي. كيف ممكن يكون المورالز غير الإيثكس غير اللو غير القانون مثلا؟ بالتأكيد. مثلا أنت كطبيب ممكن في بعض الأشخاص مثلا بيقول لك أنا بناء على التوجه الديني أنا ممنوع عندي الإجهاض أبدا بدون أي سبب طبي، أو حتى لو كان في سبب طبي لازم نحن ما نجهد. في جميل كثير ناس المورالز تبعها هيك، بناء على دينها، بناء على مجتمع، بغض النظر عن الجذر تبع هذا الشيء أو السبب. هي بالنسبة للمورالز. بالنسبة للكود اوف اثكس، مثلا بتلاقي مثلا بالمستشفى عندك بيقول لك نحن وي الاو ابورشن، يعني نحن بنسمح بالاجهاض بناء على الشروط التاليه، بحط لك كرايتيريا معينه، انه مثلا لازم يكون مثلا في عندك سبب طبي، لازم يكون مثلا تم المريض مروره على المقدمين الرعايه الصحيين، ولازم طبيب النسائيه يستشير مع طبيب اخر. يعني في مثلا بيقول لك بروسس معينه، ونحن كمستشفى او كهيئه صحيه بنوافق عليها ضمن الشروط التاليه. بعدين بيجي عندك الولايه، مثلا بتقول لك ولايه نحن ممنوع منعا باتا تعمل اجهاض شو ما كان السبب، أو مسموح يعني حسب القانون. أو مسموح بغض النظر، أو مسموح لدرجة معينة. فكله ممكن. أنت بدك توافق بين القانون اللي هو بتتحاكم فيه المحكمة، تماما وبين الكود أوف إيثكس اللي هو قانون المشفى أو القانون الطبي، وبين الشيء اللي تؤمن فيه. طيب أنا لو أنا تماما. بشتغل بولاية أو مدينة معينة وأنا ديني بغض النظر شو هي الخلفية تبعي لا أؤمن بالإجهاض وما بحب إني أعمل، والإجهاض ما هو عملية إسعافية، لو إجتني مريضة قررت إنه بدها تعمل إجهاض لغير سبب طبي، هون صار تعارض بين خلينا نقول القانون تبع المدينه تبعي يسمح بالاجهاض وقانون المشفى تبعي يسمح بالاجهاض. يعني الكود اوف ايثكس اتس اوكي، واللو كان عم يسمح، القانون المدني عم يسمح لي، بس المورال تبعي عم ترفض. فانا هون نعم هذا صار تعارض بين الـ3 شغلات. صحيح طبعا، وانت من حقك كطبيب انه انت تتبع القيم تبعك، ولكن من ناحيه اخلاق طبيه فانت ممكن تمتنع عن ابداء او عمل اجهاض ضمن شروط معينه، في شيء نحن بنسميه اسمه conscientious objection.
أو بما معناه أنه أنت كطبيب ممكن تقول أنا ما بدي أعمل هذا الشيء بناء على قيمة، ولكن في له شروط محددة. أولها وجود البديل الآخر وأنه ما تكون حالة إسعافية، يعني هي تماما أخر. تماما تماما. فانا جتني مريضه وما عندها اي سبب يخليها تجهد، هي اجهاضها غير طبي او يعني ما في اي اسعافيه، فانا هون انا بعتذر لانه المورال تبعي منعتني، رغم انه الكود اوف ايثكس عم يسمح لي، وبنفس نعم، الوقت انا ببعث انا بلا فيني اطباء ثانيين وبوجهها انه والله موجودين. هلا في ممكن يكون لك حاله مخرج. معاكسه، ممكن يكون حاله معاكسه انه المورال تبعي انا اؤمن بالموضوع والقانون المدني الموجود ما بيسمح. يعني مثلا الموت الدماغي صراحة رغم أنه طبيا هو شيء متعارف عليه وعالميا القانون المدني بعدة أو الجنائي بعدة دول، منها دول عربية مثل السعودية ومصر على علمي والأردن، كلها عندها تشريعات قانونية للموت الدماغي، والإثكس القانون الأخلاق الطبية موجود بكل العالم، بس في دول مثل سوريا حتى على فكرة، نحن سوريين لحد الآن ما في القانون ما بيسمح إنه هذا ما فعلا في شيء اسمه موت مظبوط. دماغي. فأنا المورال تبعي بتسمح لي إني أنا أتعامل مع ميت الموت الدماغي طبيا كأنه ميت، بس القانون ما بيسمح لي، صح؟ صح، فهي كمان أحد المعضلات اللي أنت بتواجهها. فهون نحن عادة ما بنعمل توازن بهذا الموضوع، بنحاول نشوف إنه شو هي مصلحة المريض، ولكن كيف كمان ممكن نحمي الطبيب بهذا الموضوع، لأنه حماية الطبيب عندنا على نفس القدر بالأهمية بحماية المريض. جميل يعني جميل فهون كمان يعني بنعمل لها موازنة بناء على المبادئ الأربعة. وشغلة بقول لك إياها، مو كل شيء قانوني هو أخلاقي، مو كل شيء أخلاقي هو قانوني، فهذا صحيح. شيء، ولكن الأخلاق والقانون بيكملوا بعض. هلا المورالز، مشكلة المورالز صراحة هي القيم اللي بيحملها الفرد، هي بتختلف من شخص لآخر. يعني أنا صحيح. ربما المورالز تبعي مختلفة عندك، بنحاول نحن قولا عام قولا واحدا الصدق مثلا هو قيمة عامة إيجابية عند الجميع، بس أنا ضربت مثال الإجهاض اللي هو مثال، أنت بتعرف نحن عايشين بأمريكا، هلا الموضوع هو جدل سياسي كبير. بيلعب دور بالانتخابات من كثر ما انه مهم يعني. تماما، يعني يعني على مستوى الانتخابات عم اثر، لانه جزء كبير من المتدينين هون المسيحيين عندهم الاجهاض بدون سبب طبي مرفوض قولا واحدا. هلا انا كمسلم مثلا سالتني احد الزميلات، قلت لها انا بجاوبك حسب ديني، لانه هو من نهاية موضوع مورالز، هو انا ما بجاوبك على القانون. مثلا بالدين الاسلامي في اربع اراء بالاجهاض، في راي اللي عم نحكي عن الاجهاض غير الطبي اللي هو ما له اي سبب، في الراي المالكيه مثلا هو بيمنع منع تاما مثل مبدا المسيحيين، مسيحيين اظن الكاثوليكيين اللي بيمنعوا نهائيا، ما بعرف اذا البروتستانت بيمنعوا ولا لا، بس بروتستانت يعني كمان. المسيحيين عموما بيمنعوا، المالكي مثلا بيمنعوا تماما، الشافعي والحنفي بيسمحوا لعمر ال 40 يوم، والحنبلي بيسمح لعمر ال 120 يوم. فانا وبعد ال 120 يوم بيصير حرام، ما عاد ما في مسلم بيسمح بالاجهاض بدون سبب طبي بعد عمر 4 شهور، لانه يعني بيصير قتل نفس وبصير في عليه دية وكذا وكذا، في له احكام حتى، وحتى لو صار في وفاه يعني مثلا والد الجنين توفى فلازم ننتظر لحتى يولد لحتى نورته. فانا هيك عم جاوبك من المورال السبعي اللي هي ممكن تختلف عندك، انا ممكن مثلا اتبع واو. المالكي واقول لا انا ضده تماما، انا ممكن لك بتبع الرخصه اني انا باخذ يعني حتى، ومثلا لو قلنا باديان ثانيه كل مين له مورال سبعه مختلفه، فصعب اني انا اعتبر المورالز كطريقه لمحاكمه الامور الطبيه، صحيح؟ صحيح صحيح. ومو بس هيك، يعني حتى على مستوى الافراد نفسهم، الشخص نفسه مع تقدمه بالعمر، مع اختلاف تجربته الحياتيه، ممكن يصير حدث معين بحياته، ممكن يغير مبدا او مبدئين بحياته. يعني هذا تماما. الشيء كمان مقبول، نحن بالاخير بشر فليكسبل، يعني ممكن نغير فلذلك رايه. الكود اوف ايثكس از ريلي هو ضروري مهم جدا حقيقه، لانه فعلا الشخص انا ممكن اختلف مع باسل بقضيه، وممكن باسل نفسه بعد سنتين يتغير ويصير قضيته مختلفه تماما. طيب انا متحمس جدا صراحه اكمل معك بالكورس، ان شاء الله يا رب الله نلتقي يخليك. وأنا كمان بحلقات متعدده ونحاول نناقش كل موضوع على حده، ونحاول نختصر قدر الامكان الوقت بحيث انه يكون وقت قصير والناس تتابعنا. نعطي حالات عملية بإذن الله كمان، مشان تكون أسهل للمستمع أو المشاهد إنه يقيس بناء عليها. تماما، وان شاء الله بنعطي حالات حتى انا فيني اعطيك خبرات حياتيه جديه. تأكيد يا سيدي انا حاليا عم بتعامل مع قضيه ربما احكيها على الفيديو، انا كنت بدي اكتبها على الفيس بس لهلا ما وصلت النتيجه. عم بتعامل مع مريض بحاجه لغسيل ورافض بناء على معتقد ديني، هو ينتمي لطائفه او لدين اسمه الراستوفاري. انا فعلا اول مره بتعامل معه جديا، قاري عنها من قبل بس اول مره بتعامل معه جديا، انه هو الطائفه تبعه اللي هن الالدرز اللي هن مثل يعني رجال الدين تبعه قرروا انه خلص وقته، هو شاب صغير عمره 40 سنه، يعني تخيل ألف. وهو عايش
انا على فكره كانه نحن رح نخلص الميتنج لسه تبعنا هسه. معنا، لسه معنا. باقي دقيقه او دقيقتين. فالشاهد انه هو عم يستنى قرارهم بحياته وهو معلق ايده، يعني التقوى تبعه وصلت. يعني انا قلت لرفقاتي يعني يا جماعه نحن لو كان في عندنا لازم نموت في سبيل الله، مو كل الناس عندها الشجاعه تعمل هذا الشيء صراحه. وقت الجد الحياه غاليه، وكتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني الموت مو سهل صراحه. فهذا الشخص حاطط حياته بايد الالدرز تبعه اللي هن رجال الدين تبعه، وخلص قرروا وفاته، قرروا وفاته. يعني نحن هلا ديليما كبيره، انا رحت الطبيب النفسي، يعني قصه طويله، انت تعرف تفاصيلها اكيد شايفها وسمعان بكثير قصص. فان شاء الله يا رب نحاول نشارككم بقصص مثل ما قلت انت كمان، انت مرق عليك يعني حالات كثير، وحكيت لي ربما حالات يعني ممكن نستعرضها. أكيد وعسى لعل ان شاء الله يكون مفيد هذا الكورس. وانا مره ثانيه متحمس وانا مسرور جدا باستضافتك، انت اخ عزيز وغالي. شكرا اللقاء لك عندي مرة ثانية. خلصت، فانا لازم اسكر معناتها. يلا شكرا لك طلال، ونشوفكم بإذن الله. يا الله يا رب، يلا السلام عليكم. بأمان الله، مع السلامة.